الدوري المصري الحقيقه لغايه دلوقتي انا نفسي مش عارف احنا في الاسبوع الكام، يعني كلنا عارفين حتى الدوري الانجليزي هيعلن للموسم الجديد يوم 15/6 الشهر ده، يعني تقريبا الاسبوع اللي جاي هيعلن الدوري الانجليزي كل الجدول كاملا بالمواعيد بالفرق بالمواجهات كلها هتكون موجوده. والحقيقه لسه الدوري المصري ما تعرفش، اي لو سالت اي حد ماشي في الشارع احنا في الاسبوع الكام، الدنيا الحقيقه صعبه جدا جدا جدا. انا بقول كده علشان حتى منتخبنا اللي بيلعب دلوقتي، منتخبنا يعني بيلعب طبعا فريق غينيا بيساو، تقريبا احنا في الدقيقه 30 من المباراه كان يعني ما زالت النتيجه 0-0، لكن انا بقول دوت على الصالح العام، وكلنا عايزين منتخبنا ان شاء الله باذن الله هيتاهل باذن الله لكاس العالم 26، لكن فيما بعد فيما هو قادم. الحقيقه الدوري المصري من سنين طويله الحقيقه في تخبط كبير جدا جدا على مستوى الترتيب على مستوى التنظيم، والواحد الحقيقه دايما بيتكلم على المنتج، لان انت دلوقتي في عالم احتراف، انت بتشتغل على منتج، ومنتج مهم جدا جدا. صناعه كره القدم في العالم كلها بقت صناعه مهمه جدا في كل الدول، ومصر بلد كبيره جدا تستحق الحقيقه افضل مما عليه في منتج كره القدم ما يسمى الدوري المصري والمسابقات المحليه الحقيقه اللي عليها جدل كتير وعليها علامات استفهام كتير، ويمكن في مجهودات بتتبذل الحقيقه، يعني في بعض التطورات من الحضور الجماهيري بقت في او الساعه الكامله في 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 خطوات، ولكن الحقيقه كل اللي يهمنا على المستوى على مستوى التنظيم على مستوى ان يكون عندنا جدول منتظم الحقيقه، وده هيجيبنا لبعض الاستثناءات للمواسم. قد تكون الموسم القادم موسم استثنائي بالنسبه للدوري المصري، الناس بتتكلم على شكل الدوري البلجيكي او الدوري السويسري، يعني الحقيقه ما زلنا عندنا امل الحقيقه في الكره المصريه انها ان شاء الله باذن الله. ولما بتتكلم على الكره المصريه لما بتجيب سيره المنتخب مرتبط ارتباط كبير جدا جدا بالمسابقات المحليه والدوري المصري، لان كل الحقيقه حتى ما بنتكلم على منتخبنا عدد المحترفين بيقل، ولكن عندنا انجازات على مستوى الافريقي، خاصه ان احنا 2006 و8 و10 كلها تقريبا معظم اللاعبين كانوا من فرز او افرازات الدوري المصري. فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق فيما هو قادم للكره المصريه. زي ما بقول لحضراتكم النهارده هنتكلم على